من بيروت ينضم إلينا المحلل السياسي إبراهيم ريحان. أستاذ إبراهيم مرحبا بك معنا. إذن كيف يمكن أن نقرأ وعيد تل أبيب بعد هذه العملية التي تم تنفيذها من قبل حزب الله في حيفا؟ نعم، أولا مساء الخير والتحية لك وللمشاهدين. تعليق الضربات على بيروت، أو هو حين يقول الإعلام الإسرائيلي بيروت يقصد بذلك الضاحية الجنوبية بشكل رئيسي. تعليق هذه الضربات جاء بسبب التحضيرات الإسرائيلية للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني والتركيز الإسرائيلي على العملية البرية في جنوب لبنان. يعني لها أسباب أكثر مما حملت حتى في الإعلام اللبناني الذي تحدث عن تحييد الضاحية مقابل حيفا وما سوى ذلك من محتملات. تغيير الضربات في الوقت، يعني في الوقت السابق، يعود للتحضيرات للرد على إيران، وفي الوقت عينه للتركيز على العملية البرية. عفوا، وأعتقد أن الضربة اليوم على منطقة جنوب حيفا قد تسرع في عودة الاستهداف على الضاحية بيروت الجنوبية، وذلك لاعتبارات سياسية إسرائيلية بالدرجة الأولى، وبسبب الحكومة اليمينية الموجودة. كما أن استمرار ضرب الضاحية ولو من وقت إلى آخر يدخل في صلب ما يعرف بعقيدة الضاحية لدى الجيش الإسرائيلي، وهي ضرب البيئة الحاضنة ومراكز البيئة الحاضنة التابعة لحزب الله للضغط عليه أكثر وأكثر. وهذه تعتبر حاجة عند الإسرائيليين أكثر مما هي نقطة تحتاج إلى تسوية معينة. أستاذ إبراهيم، قبل أيام أشار رئيس الأركان الإسرائيلي حليفي في تصريح له، يعني كان على الحدود مع لبنان، قال لن نسمح لحزب الله بالعودة والتموضع في هذه المواقع. هذا ألا يعني أن الوجود الإسرائيلي سيستمر وربما ستطول هذه الحرب؟ وإلا كيف ستضمن إسرائيل عدم عودة المقاتلين الحزب يعني بعد انسحاب قواتها؟ نعم، لنركز على أربع وقائع. الوقائع الأولى التي تصدر عن مراكز الدراسات الإسرائيلية المتعلقة بالحرب، والتي تتحدث عن عدم تكرار خطأ 82 والاحتلال. الثانية هو حديث هرتزي هليفي رئيس الأركان، والثالثة ما قاله اليوم وزير الدفاع يوف جالانت أننا لن نسمح لمقاتلي حزب الله بالعودة حتى وإن انسحبنا. فهو أبقى الانسحاب مطروحا. والعنصر الرابع هو كلام بنيامين نتنياهو عن ضرورة انسحاب اليونيفيل من المناطق الحدودية أو القريبة من الحدود. هذا يؤشر إلى أن عدم السماح سيكون بتعزيز القوات الدولية على الحدود وتغيير صلاحياتها ومهامها. وهذا ما يريده الإسرائيليون عبر الضغط على قوات يونيفيل، كما يحصل في بعض النقاط حيث تعرض برج المراقبة للضرب وقصفت بوابة موقع آخر. وهذا يؤشر لنا على أن الإسرائيليين يريدون تعديل مهام هذه القوات، وأن لا تصبح قوات حفظ سلام فقط بعنوانها الحالي، بل يكون لها الصلاحية في مداهمة أي موقع يشتبه به أو أي مواطن تشتبه به. وهذا من شأنه يعني يحتاج إلى قرار مجلس الأمن وليس بالأمر السهل. ولذلك بدأ الإسرائيليون يضغطون ليس اليوم، منذ عامين في مجلس الأمن في كل سنة عند التجديد لقوات الطوارئ الدولية يونيفيل يتم الحديث عن محاولة تغيير للصلاحيات وتوسيع صلاحيات أو تعديل بعض العبارات. لذلك هي اليوم تحت الفصل السادس، ويسعى الإسرائيليون لأن تكون تحت الفصل السابع لتغيير هذا الواقع. يعني إذا قررنا ما قاله هليفي ونتنياهو وجالانت ومراكز الدراسات وما يحدث على الأرض مع قوات يونيفيل، يتبين لنا كيف سيعمل الإسرائيليون على عدم عودة مقاتلي حزب الله إلى الحدود. يعني لهذا طلب ربما نتنياهو من الأمين العام للأمم المتحدة تحييد أو نقل يعني قوات يونيفيل من مناطق القتال في لبنان. لكن هرتزي هليفي أيضا قال لن نستمر فقط في الجنوب، سنتوسع إلى العمق في بيروت. هل يمكن أن تصل العمليات البرية إلى بيروت؟ نعم، هو كل شيء وارد. أولا لماذا؟ إذا نظرنا إلى الحشودات العسكرية الإسرائيلية على الحدود، هناك 6 فرق من الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان. في حرب 2006 كانت الحشود تتراوح بين 2 إلى 3 فرق في الحد الأقصى. وكانت عملية 2006 شبه موسعة نحو جنوب البيطاني. طب اليوم يحشدون 6 فرق
وهذه الصدفة رقم يعني تزيد عن 70,000 عسكري أو 70 إلى 75,000 عسكري، وهذه تدل ومئات المدرعات، وهذه تدل إلى نية إلى العمق إلى تجاوز ربما 10 كيلومترات نحو منطقة نهر الليطاني أو شريط نهر الليطاني كمرحلة أولى. ولا أحد يستطيع أن يتوقع يعني إلى أي مدى ستكون هذه العملية، خصوصا أن عملية اجتياح عام 1982 كانت تسمى بعملية محدودة لإبعاد منظمة التحرير نحو نهر الليطاني، وإذ بها تصل إلى بيروت. يعني هناك العديد من التجارب التاريخية، وكذلك علينا أن نذكر أن في 82 كان هناك خط أحمر أمريكي على عدم تجاوز الليطاني والذهاب نحو بيروت، وأريال شارون ومناحم بيغن أكملوا طريقهم نحو بيروت. فلا ضمان بهذا الإطار من الجانب الإسرائيلي. كذلك إذا عدنا إلى التاريخ القريب، ما يحصل في غزة، كان هناك العديد من الخطوط الحمر الأمريكية في غزة فيما يتعلق باجتياح بري موسع، فيما يتعلق بعمليات التهجير، فيما يتعلق بعمليات اجتياح رفح، أو حتى الدخول إلى معبر إلى محور فيلادلفيا ومعبر رفح. كل هذه الخطوط الحمر تم تجاوزها من الجانب الإسرائيلي من دون أي تردد. فما يمنع اليوم من أن تكون عملياته البرية في جنوب لبنان أعمق بكثير من جنوب لبنان؟ في السياسة لا شيء يمنع. أستاذ إبراهيم، بالنظر إلى عمق التوغل من قبل الجيش الإسرائيلي ووعيده بمزيد من التوغل في الداخل اللبناني، هل يمكن أن نقول بأن حزب الله نجح في استدراجه إلى عملية برية التي كان يتحدث نصر الله عنها قبل وفاته؟ نعم، بلا شك أن حزب الله يعتمد بشكل أساسي على العملية البرية. لماذا؟ أولاً يحاول عبر العملية البرية أن يعوض بالنقاط كثير من الضربات القاسية التي وجهت له عبر اغتيال قياداته العسكرية، وصولا اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، ومن ثم الحديث عن اغتيال هاشم صفي الدين خليفته. فهو يريد العملية البرية لتعويض الكثير من هذه النقاط، كونه يعتبرها ملعبه بين قوسين. وأيضا يعني الأمور الأفق السياسي، طالما هو مغلق في الوقت الحالي، يفضل حزب الله هذه العملية البرية، كونه يستطيع كما كنا نقول أن يجمع النقاط، وبالتالي أن يرفع من أو يحسن من شروطه التفاوضية في أي مرحلة لاحقة. طيب أستاذ إبراهيم، سؤالي دائما أكرره لمعظم المحللين من لبنان. بلينكن تحدث عن دعم الولايات المتحدة الدائم للمؤسسات اللبنانية التي يمكنها مثل ما قال يعني المساعدة في استقرار البلاد، بما في ذلك طبعا القوات المسلحة اللبنانية. اليوم منعيد السؤال، هل يمكن للجيش اللبناني أن يحمي خيارات اللبنانيين؟ نعم، بلا شك يستطيع إن كان هناك قرار سياسي دولي وداخلي. نعم، يستطيع الجيش اللبناني، لا تنقصه الكفاءة ولا العديد. قرار سياسي شو؟ دعم من الولايات المتحدة؟ ليس فقط من الولايات المتحدة، من بقية الدول المعنية التي تطالب، يعني حتى فرنسا، حتى بريطانيا، حتى ألمانيا. لأن الجيش اللبناني بنظرنا إلى عديده، هو عديده يفوق 70,000 عسكري، وهو نظر إلى كثافة السكانية اللبنانية ومساحة الجغرافيا اللبنانية يعتبر من أكبر الجيوش عددا إذا ما قورنا بالمساحة والديموغرافيا اللبنانية، وهو لا تنقص لا الخبرة ولا العقيدة الوطنية، فقط يحتاج إلى التسليح الجدي لمنع أي أعذار أخرى لنشوء حالات مثل ما صار مع حزب الله، الذي كان من أحد أسباب وجوده كما يقول الحزب عجز الدولة عن حماية حدودها. ولذلك أعتقد أن جهز الجيش بطريقة فاعلة ونوعية وجدية يستطيع أن يقوم بكل ما يطلب منه في إطار حماية حدود لبنان. في معلومات بخصوص غارة إسرائيلية على منطقة شرحبيل، لا أعرف ما هذه المنطقة. سؤال بسيط، يعني كونك يعني تتحدث من بيروت، ماذا يعني يعني الغارة الإسرائيلية على هذه المنطقة في صيدا؟ هل تعتقد بأنه في استهداف لشخصية معينة؟ نعم، كنا نتحدث عن الغارة التي وقعت فجرا على شرحبيل، فهي استهدفت شقة خالية. منطقة شرحبيل هي منطقة في ضواحي مدينة صيدا،
لجنوب لبنان استهدفت شقة تبين فوق اللاحق أنها خالية. ربما كانت هذا ربما كان هذا الاستهداف محاولة اغتيال لأحد المسؤولين في الفصائل الفلسطينية، لكن الشقة يعني كما تبين كانت غير مأهولة حين قصفت من الطيران، وكان الاستهداف لشقة بعينها أكثر مما هو استهداف لمبنى بكامله. على مستوى الحراك السياسي اللبناني، هل ترى ما هو لافت اليوم سواء في الداخل أو في يعني على الصعيد الدبلوماسي الخارجي؟ نعم، هو الذي كان لافتا كان الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكذلك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن ثم اتصال المبعوث الأمريكي خلاص أمس هوكسين بالرئيس ميقاتي وخروجه إلى الإعلام بعد صمت طويل. اليوم الأمور لا تزال في الإطار المسدود، يعني هناك محاولة لتحريك الإطار الدبلوماسي، لكن كل شيء يرتبط اليوم بعدة عوامل. أولها أن نية الحكومة الإسرائيلية الواضحة في استكمال العمليات العسكرية. ثانيا إعطاء بالداخل، هناك من يحاول إعطاء حزب الله الوقت ليعيد ترميم قيادته على الأقل وإظهار صورة عسكرية متينة. وفي الخارج أيضا هناك عامل مؤثر مهم هو الانتخابات الأمريكية والتي تلقي بظلالها على القرار الأمريكي في المنطقة. تصبح اليوم القرارات الأمريكية قرارات انتخابية أكثر مما هي قرارات استراتيجية. وكذلك هناك الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل وترقب الرد الإسرائيلي. هذه كلها العوامل تجعل الأفق السياسي مسدودا في هذه الحالة، فلا جديد حتى الساعة في هذا الإطار. شكرا جزيلا من بيروت المحلل السياسي إبراهيم ريحان على هذه المداخلة.